يا سلام عليكم طلاب، موضوعنا لهذا اليوم هو شريط المهام أو جزء المهام يسمى بتاسك بن. هو الشريط الأفقي الطويل، عادة ما يكون أزرق اللون الموجود في أسفل الشاشة، وشريط المهام يكون ظاهرا طوال الوقت بخلاف سطح المكتب الذي يمكن أن يخفي وراء الويندوز المفتوحة، وعلما أنه يمكن إخفاء أو تغيير مكانها. ويحتوي هذا الجزء المهام أو الشريط المهام اللي هو طبعا اسمه تاسك بار، بس كجزء المهام يسمى بتاسك بن. أولا اللي هي قائمة ابدأ ستارت منيو، وشريط التشغيل السريع اللي هو كويك لينج بار الذي يحتوي على أيقونات انترنت اكسبلورر وويندوز، أيضا ميديا بلاير اللي هو ويندوز ميديا بلاير. القسم الثاني اللي هو القسم الأوسط الذي يظهر البرامج والملفات المفتوحة. القسم الثالث في الجهة اليمنى شريط الإشعار اللي هو نوتيفيكيشن بار الذي يتضمن ساعة ورموز الصور الصغيرة التي تشير إلى حالة بعض البرامج وبعض إعدادات الحاسوب. تظهر في منطقة الإشعار يعني تفصيل حالة نشاط برامج اللي هي software update أو أجهزة معينة مثل الساعة أو من حالة الطباعة بطبع الوثائق، وسائل تحذير أو تحديث لبرنامج معينة مثل البرامج المضادة للفيروسات، وإظهار سطح المكتب اللي هو شو ديسكتوب. إذ تم وضع زر إظهار سطح المكتب عند طرف شريط المهام لتسهيل النقر فوق الزر عندما يراد العودة أو مشاهدة سطح المكتب. وعند الضغط بزر الماوس الأيمن على شريط المهام اللي هو تاسك بار تظهر قائمة تتضمن مجموعة من الخيارات. الخيار الأول هو شريط الأدوات تول بار، يعني احنا من نقف على مساحة فارغة من شريط المهام تاسك بار ننقر بزر الماوس الأيمن راح تظهر لي قائمة بها مجموعة من الأوامر اللي من خلالها نختار هو شريط الأدوات تول بار. هذا الشريط هو إعازة يسمح باستدعاء قائمة أوامر شريط الأدوات المرفقة لشريط المهام الرئيسي، وتظهر عند استخدام تول بار ما دام موجود سهم تابع إلى هذا الأمر معناه أن هناك أوامر فرعية تابعة لهذا الجزء. من ضمن هذه الأوامر أو قائمة فرعية تظهر اللي هي أولا العنوان addresses إظهار العناوين على شريط المهام، ثانيا الروابط اللي هي links يستخدم لربط مواقع الإلكترونية، ثالثا اللي هي table PC input panel إظهار لوحة يمكن الكتابة عليها باستخدام المؤشر مؤشر الماوس، ويقوم البرنامج بتحويلها إلى نصوص إلكترونية. الجزء الآخر يظهر أيضا عند استخدام أو عند الضغط على شريط الأدوات اللي هو سطح المكتب ديسكتوب، شريط يظهر أيقونات سطح المكتب، وأيضا شريط الحاسوب الكمبيوتر يقوم بإظهار مكونات المجلد كمبيوتر على شريط المهام، بالإضافة إلى شريط اللغة اللي هو language يقوم بإظهار شريط اللغة على الشاشة، ويمكن إرجاع لشريط المهام بالسحب والإفلات بزر الماوس الأيسر. أيضا راح يظهر أمر آخر اللي هو كاسكيت ويندو يسمح بترتيب الويندوز المفتوحة معا بشكل صفحات. إعاز آخر أو أمر آخر اللي هو شو ويندوز ستاكيت ترتيب الويندوز المفتوحة بشكل أفقي، وأيضا يظهر لي إعاز آخر أو أمر آخر اللي هو شو ويندوز سايد باي سايد، عفوا شو ويندوز سايد باي سايد ترتيب الأيقونات المفتوحة بشكل عمودي. النقطة الأخيرة اللي هي أو الإعاز الأمر الأخير اللي هو شو ديسكتوب يعمل على تصغير الويندوز المفتوحة لإظهار سطح المكتب. طبعا هنا من يظهر الإعاز عند الضغط عليه يقول هنا كاسكيت ويندو بشكل يكون يرتب الويندوز المفتوح على شكل صفحات أي بالتتالي، بينما شو ويندوز اللي هي ستاكد تكون هذه الويندوز المفتوحة ضمن شكل يكون أفقي بس تكون مرصوصة. شكرا طلاب.